السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال. إشارتنا اليوم إشارة فريدة من نوعها وجميلة أيضا، من الإشارات المميزة، إشارة رومانية، هي إشارة رومانية تأتي بشكل يعني كما يسمونه البعض اللجف، لكنها ليست لجف، هي ليست من إشارات اللجف أو من أنواع اللجف، هي إشارة من الإشارات الرومانية، طبعا سنتعرف عليها بعد قليل. هذه الإشارة إخوتي الأحبة استخدمها الرومان واليونان قبلهم، وأخذها الرومان عن اليونان في فترة من فترات التداخل الثقافي بين الرومان واليونان. الإشارة من الإشارات الملكية تقريبا، أو التي استخدمت من قبل الهيئات العليا في الدولة. هذه الإشارة لا يستخدمها بالعادة صغار القوم أو العامة من الناس أو التجار، هي إشارة سياسية أو ملكية يستخدمها الملوك والأمراء وعلية القوم من القادة العسكريين الكبار أيضا. هذه الإشارة إخوتي الأحبة كما نشاهد هنا داخل المستطيل، حدودها واضحة، ملجوفة أو محفورة بشكل متقن، هناك أشياء وعلامات في نفس الإشارة كما نشاهد في أعلى الزاوية أو المنتصف أو الجهة اليسرى من الإشارة من الأعلى، سنتعرف إن شاء الله عليها بعد قليل. هذه الإشارة طبعا إخوتي الأحبة هي لا تأتي صغيرة أيضا، يعني في نفس الوقت لا تأتي صغيرة، وتأتي على الأغلب آمنة، يعني لا يكون قياساتها أقل من 20، ولا تكون أيضا لا ترافقها مصائد أو أفخاخ أو أي نوع من أنواع المخاطر، فهي دائما آمنة، وأهدافها صحيح قد تكون نوعا ما مضللة أو مموهة، ولكن لا خطورة إذا استطعنا أن نعثر على مكان الهدف. هذه الإشارة تأتي عادة في أسفل جدار صخري، في أسفل جدار صخري، طبعا هنا طولها هذه الإشارة حوالي 30، أو بالضبط هي 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر، طب وعرضها 10 سنتيمتر، عرضها 10 سنتيمتر. طبعا إخوتي الأحبة هذه ليست إشارة كنوز، وإنما هي إشارة مدخل فراغ فيه كنز، يعني إشارة الكنز المرافقة أو التي تدل على الكنز في هذا المكان مثلا تختلف اختلافا كاملا، ولكن هذه الإشارة هي بحد ذاتها هي إشارة مدخل، يدل مدخل فراغ، هذا الفراغ فيه كنز، فهي مؤيدة وداعمة لإشارة الكنز الأصلية الموجودة في الموقع. في الأساس مدخلها أو المدخل الفراغ التي تشير إليه لا يبعد عنها أكثر من 2 متر، يقع أمامها وبزاوية محددة تحدد من قبل أو تحدد بواسطة العلامة العليا هذه الموجودة إلى اليسار من أعلى الإشارة، وفوقها أيضا كما نلاحظ تأتي جرن صغير بشكل مثلث تقريبا. طبعا هذا الجرن هنا في هذه الإشارة يبعد عن الإشارة حوالي 4 سنتي إلى الأعلى، ويأتي مباشرة فوق العلامة المميزة في جنب أو في
المحيط الأعلى للإشارة. كما نشاهد هنا هذه القياسات المعروضة أمامنا الآن هي إخوتي الأحبة إشارات دقيقة أيضا وتوازنية في الوقت ذاته، إشارات دقيقة وتوازنية وأيضا مثيرة للاهتمام. لاحظ المسافة هنا بين العلامة التي قلنا موجودة وهي علامة مميزة أيضا وجميلة، الموجودة في أعلى الإشارة من اليسار، هنا هي اليسار، كانت هناك الصورة مقلوبة، وهذا الجرن الذي في أو فوق العلامة، فوق النحت البارز أو النحت المتقن في الجانب أو في الطرف الأيسر من الإشارة من الأعلى، هذه العلامة طبعا تؤكد اتجاه المدخل وتنظر إليه، فهو مدخل لا يقع مباشرة أمام الإشارة وإنما يميل قليلا باتجاه اليسار. سنجد بعد قليل في أسفل الإشارة أو في أرضية الإشارة نوع من إشارات البصمة، نلاحظ هذا النحت المتقن والجميل، وطبعا هو إخوتي الأحبة على أرض الواقع يظهر إتقانه بشكل جميل جدا. ولا ننسى هذه العلامة الفارقة أيضا في زاوية هذا النحت وهي الثقب الصغير الذي نراه أمامنا الآن، الثقب الصغير في أعلى الإشارة في الزاوية اليمنى من هذا الرمز المميز المتقن في أعلى الإشارة. طبعا إخوتي الأحبة هناك قد يكون نوع من الخلط بين هذه الإشارة وإشارات أخرى من نفس الشكل، ولكن علينا أن ننتبه. هنا داخل الدائرة الزهرية يوجد هذا أو هذا الرمز في أسفل أو أمام العلامة وموجود داخل الدائرة كما نشاهد. هذه العلامة إخوتي الأحبة تأتي بحجم البصمة مباشرة، يعني بدقة تعادل البصمة فعلا، لكنها تستخدم هنا للقياس، هنا تستخدم للقياس، لقياس ماذا؟ لقياس أقصى عرض لهذه الإشارة، إشارة المدخل نفسها، حيث تستخدم هذه الإشارة لوضع أداة القياس. وهنا يؤكد لنا أن من هذه النقطة أو عند هذه النقطة هنا يكون أقصى تقوس للعلامة أو الإشارة من الأعلى، فيجب أن نأخذ القياس من هنا وليس من جوانب أو زوايا أخرى. في نهاية هذا اللقاء والدرس المتواضع لا تنسوني من صادقي دعائكم بظهر الغيب، تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.